في ربوع إمارة أم القيوين القديمة وبين أطلال الماضي، نجد منزل عبد الرحمن الزرعون، والذي شيد قبل أكثر من 100 عام. مالك المنزل عبد الرحمن الزرعون، والذي قرر ترميمه والاحتفاظ به، يحكي لنا قصته وقصة المنزل. كأنه كان بالأمس. هذا البيت مال جدي عبد الرحمن عبد الله الزرعوني، فأسس البيت هذا في سنة 1914. أول كان بيت سعف، لكن بعدين حولوه إلى بيت يص، صار عمره حوالي 100 سنة. بعدين يبغى الصيانة، قلت إلا أرمم البيت هذا وأخليه مثل ما كان. فبدأت في الفكرة من حوالي 10 سنوات، لكن الحمد لله قبل 3-4 سنوات بديت فيه تعاون مع الآثار. عندنا شيوخ ما قصروا، وبدينا يعني إن شاء الله نرممه. رممت أول بيت، وعندي بعد بيت ثاني، بيت الوالد، وفي عندي بعد محلات ثانية، كل إن شاء الله فيما بعد بنرممه، والأمور بتمشي إن شاء الله لأحسن ما يرام. في 20ات القرن الماضي، أحضر جد عبد الرحمن الزرعوني أبواب المنزل الخشبية من الهند. وفي عام 1975 قرر عبد الرحمن الزرعوني حفظ الأبواب من التلف، والآن هي مستخدمة بعد الترميم. هذا الأبواب عمره 120 سنة، حيث الوالد جابنا من الهند. هذا من ترميم طبعا أصالح، لأن اللي مال ماضي مال حاضر، بل لازم تاريخ هذا يتقيم ويتوثق وكل شيء. والحمد لله نحن عشنا في وقت يعني كانوا يعني آبان وأجدادنا كانوا يعني رجال أعمال، وكانوا مهتمين في الأشياء دي. بعد أن كان بيتا من سعف النخيل، صار بيتا من الجص مكون من طابقين. معلقة على جدرانه لوحات قديمة. ولشرفته إطلالة مميزة على البحر. يحتوي على 6 غرف. الدور الأرضي كانوا يومهم ضيوف، كانوا هاك الأيام ما في مواصلات زي اليوم، اللي يجي من دبي ومن الشارجة ومن راس الخيمة ومن باطنة من عمان، يتمون بال4 أيام و5 أيام ينامون هنا. شوف كيف، وما يروحون بسرعة، يعني مو زي اليوم يعني واحد يجي بسرعة، ولا ما كان في مواصلات، مواصلات كلها عندنا عن طريق البحر والبر هاك الأيام. فهي هذا كان دور تحتي، كان حق ضيوفهم مسواي، وفوق في 3 غرف مال المعيشة كانوا هناك. يعني شو اسمه، طبعا ابوي حياة يدي الله يرحمه كان عنده 3 أولاد وابنيه، بس ما كان عنده وايد ناس، يعني مو زي ابوي عنده حرب، تزوج حربتين عنده 8، بس حياة يدي عبد الله ما لحقت عليه، بس وفعلا كان ما عنده شو اسمه 3 أولاد وابنيه. هذا السرير حياة الوالد الله يرحمه جابه من الهند، من الإبار، في 1920 اظن الاشياء دي. بعض الزوالي عندي قديمة جدا، يعني تراوح عمارة بين 70 سنة و50 سنة وأكثر بعد. وفي المنزل مقتنيات قديمة من الإرث القديم، وأجهزة كانت تباع بالآلاف. هذا جزر الدلمة، جزر الدلمة سنة 1948 سنة. هناك عندهم جبل، ترى دخلت في الجبل وجبت هذا شو اسمه، هذا رمل، تقدر تقول رمل زراعي من جزر الدلمة، زي الطين كذا. فهذا يأخذونه ويحطونه في ولاية النخيل عشان رمل بركاني، وزراعة تبقى عندهم قوية زي ذي.
أتذكر الخمسينات من أتذكر أشياء كثيرة ما زال لين الحين في نظري. يومي أنا كنت صغير أجي من بيتنا هناك في رجل الظهر أي الصبح لين ساعة واحدة وأرد مرة ثانية وبعد الظهر أي مرة ثانية بعد نفتح الدكاكين ليل المغرب أول السوق عندنا ليل المغرب بس ما حد يجلس بعد المغرب. والبلد كانت صغيرة كالأيام لكن في ازدهار تجاري قوي كان سنويا حدود 400,000 درهم كان ينباع القماش سنويا والتجارة كانت مزدهرة وكانت يعني بعدين حياة الوالد كانوا يجيبوا بضاعة من الهند ومن إفريقيا ويجيبوا التمور من بصرة ويودون على الهند ينباع هناك ومن هناك يجيبوا بضاعة للعيش والسكر والطحين ومن هالمواد الغذائية والدخون والعطور والأشياء دي. فكانوا يعني التجارة كانت مزدهرة يعني الحمد لله كانت أشياء دي. هذه المباني الأثرية إرث نحافظ عليه ولا يزال الماضي حاضرا لعبد الرحمن الزروي.